أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي القسم الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المدرسة النموذجية. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان مراجعة عامة وحل نماذج أسئلة الامتحانات الوزارية. السؤال الأول لديه ثلاث فقرات. يقول السؤال: إذا كان لدينا القياسات التالية 15 12 6 6 11، أوجد 1 المتوسط الحسابي، 2 الوسيط، 3 المنوال. أول نوجد المطلوب الأول هو المتوسط الحسابي. نقول الحل: المتوسط الحسابي أول ما نكتب قانونه س شرطة بيساوي مجموع را واحد إلى نون س را على نون. إذن قانون المتوسط الحسابي نرمز له بسين شرطة، ويقصد المتوسط الحسابي لقيم س بيساوي مجموع القيم من واحد إلى نون من الأعداد سر على نون. نقول يساوي. الآن بنجمع هذه القيم وبنقسمها على عددها 15 زائدا 12 زائدا 6 زائدا 6 زائدا 11، نقسمها على عددها، نقول 1 2 3 4 5. إذن على عددها 5 يساوي. نجمع الآن 15 زائد 12 27، زائد 6 33، زائد 6 39، زائد 11 50. 50 قسمة 5 من 10، إذن 10 هي قيمة المتوسط الحسابي. ثانيا الوسيط، لإيجاد الوسيط لابد أن نتبع الخطوات التالية: 1 نرتب القيم تصاعديا، نرتب القيم تصاعديا، 6 6 11 12 15. أول ما نبدأ نرتب القيم تصاعديا. 2 نوجد رتبة الوسيط، نوجد رتبة الوسيط. وكيف نوجد رتبة الوسيط؟ نقول نون زائدا 1 على 2، أي عدد القيم زائدا 1 على 2 بيعطينا 5 زائدا 1 على 2، 6 على 2 بتعطينا 3. إذن رتبة الوسيط هي الثالثة. ثالثا نوجد الوسيط من ترتيب القيم. الآن نشوف ما هو العدد الذي رتبته 3، 1 2 3. إذن العدد 11 هو الوسيط. إذن العدد 11 هو الوسيط. ثالثا المنوال، المنوال نقصد به هو القيمة الأكثر تكرارا،
هو القيمة الأكثر تكرارا. سننظر إلى القيم، سننظر إلى هذه القيم وسنشاهد أي القيم قد تكررت أكثر من مرة. سنجد أن العدد 6 هو العدد المتكرر، إذن هو المنوال. إذا المنوال العدد 6. السؤال الثاني، بكم طريقة يمكن جلوس 5 أشخاص على 7 كراسي موضوعة بالشكل التالي؟ 1 بشكل مستقيم، 2 بشكل دائري. الحل نقول 7 × 5، أي نفتح العدد 7 5 مرات بحيث يكون كل عدد ينقص عن سابقه بمقدار 1. نقول 7 × 6 × 5 × 4 × 3، 1 2 3 4 5. إذن فتحت العدد 7 5 مرات. نركز، 7 6 5 4 3، إذن عدد عددين 3 4 5. الآن نضرب الأعداد ببعضها البعض، 7 × 6 × 5 × 4 × 3 بيعطينا 2520 طريقة، بيعطينا 2520 طريقة. نجي الآن بشكل دائري، ومعلوم لدينا أن الشكل الدائري لدينا قانون خاص به اللي هو مضروب نون ناقص 1. إذا نقول مضروب 7 ناقص 1 بيساوي مضروب 6. الآن نفتح المضروب كما هو معلوم لدينا من قانون المضروب اللي هو نفتحه إلى العدد 1، نقول 6 بحيث كل عدد ينقص عن سابقه بمقدار 1. نقول 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 بيساوي 720 طريقة. السؤال الثالث، لدينا البيانات التالية 17 11 12 38 7. أوقف، 1 المدى، 2 الانحراف المتوسط، 3 الانحراف المعياري. نقول الحل، نبدأ أولا بالمدى. إذن المدى يساوي أعلى قيمة ناقص أدنى قيمة. نبحث الآن من بين هذه القيم أي القيم كبرى وأيهما صغرى. نجد أن أكبر قيمة هي 38 ناقص 7 اللي أصغر قيمة بيساوي 38 ناقص 7 بيعطينا 31. إذن 31 هي المدى. المطلوب الثاني الانحراف المتوسط. لإيجاد الانحراف المتوسط
نقول ح شرطة نرمز له بحاء شرطة بيساوي مجموع را واحد إلى نون مجموع انحرافات مجموع انحرافات القيم المطلقة عن متوسطها الحسابي مقسوما على عددها مقسوما على عددها. هذا هو القانون. نلاحظ في القانون لدينا قيم سين وهي معلومة 17 11 12 38 7 لدينا سين شرطة. سين شرطة معناها المتوسط الحسابي وهنا لابد أن نوجد قيمة المتوسط الحسابي أولا. نقول سين شرطة بيساوي مجموع را واحد إلى نون سين را مقسوما على عددها اللي بيساوي نجمع هذه القيم 17 زائدا 11 زائدا 12 زائدا 38 زائدا 7 على عددها 5 نجمعها ونقسمها على عددها نقول 85 على 5 بيساوي 17 إذن المتوسط الحسابي 17. الآن نطرح هذه القيم من متوسطها الحسابي كل قيمة على حدة نقول ح1 17 ناقص 17 بيعطينا 0 ح 2 11 ناقص 17 بتعطينا 6 ح 3 12 ناقص 17 بتعطينا 5 4 38 ناقص 17 بتعطينا 21 ح 5 10 ناقص 17 بيعطينا 7 الآن نطلع المتوسط أو الانحراف المتوسط من خلال إيش جمع هذه القيم ونقسمها على عددها إذن ح شرطة بيساوي نجمع القيم صفر زائدا ستة زائدا خمسة زائدا 21 زائدا 7 على 5 بيساوي 42 على 5 بيعطينا 8.4 وهذه هي قيمة الانحراف المتوسط. ننتقل إلى المطلوب الثالث الانحراف المعياري ويقصد في الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. إذن لا يمكن أن نوجد الانحراف المعياري إلا إذا وجدنا التباين. إذن نقول التباين عين تربيع بيساوي مجموع را واحد إلى نون سين را ناقص سين شرطة الكل تربيع نون ناقص واحد. معلوم لدينا المتوسط الحسابي. الآن نقول نجيب القيم نقول سين را سين را ناقص سين شرطة وسين را ناقص سين شرطة الكل تربيع نجيب القيم 17 11 12 38 7 نطرح هذه القيم عن متوسطها الحسابي الذي قد أوجدناه في الانحراف المتوسط نقول 17 ناقص 17 بيعطينا 0 11 ناقص 17 بتعطينا
ستة بالسالب 12 ناقص 17 بيعطينا سالب 5. 38 ناقص 17 بيعطينا 21. 7 ناقص 17 بيعطينا سالب 10. الآن نربع هذه القيم. نقول صفر، 6 في سالب 6 في سالب 6 بيعطينا 36. سالب 5 في سالب 5 25. 21 في 21 ب 441. سالب 10 في سالب 10 بيعطينا 100. نجمع هذه القيم نجدها 602. الآن نوجد التباين. نقول عين تربيع بيساوي 602 قسمة 5 ناقص 1 بيعطينا 602 قسمة 4 بتساوي 150.5. 150.5. إذا 150.5 هذه هي التباين. الآن بنوجد إيش؟ الانحراف المعياري، لأنه أصل الانحراف المعياري قلنا عين رمز الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. إذا ندخل قيمة التباين داخل الجذر التربيعي اللي هو 150.5 بيعطينا 12.26، وهذه هي قيمة الانحراف المعياري. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 1 7 لام 1 بيساوي 7 قاف راء إذا كان راء يساوي 1. 2 إذا كان نون لام راء يساوي 6 في 7 في 8 في 9 فإن نون تساوي 4 وراء يساوي 9. 3 المنوال في البيان الآتي 3.4.3.2.3 هو العدد 4. 4 تكامل ألف بالنسبة للألف دال سين دال سين يساوي 1. 7 لام 1 بيساوي 7 قاف راء إذا كان راء يساوي 1. هذه عبارة صحيحة. 2 إذا كان نون لام راء يساوي 6 في 7 في 8 في 9 فإن نون تساوي 4 وراء يساوي 9. وهذه عبارة خاطئة. 3 المنوال في البيان الآتي 3.4.3.2.3 هو العدد 4. العبارة خاطئة. 4 تكامل ألف بالنسبة للألف دال سين دال سين يساوي 1. عبارة خاطئة.
اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس العبارات التالية: 1 6 لام 2 بيساوي فراغ، بين قوسين 30.35.40. 2 إذا كان راء يساوي 90% فإن الارتباط فراغ بين قوسين طردي ضعيف، طردي قوي، طردي متوسط. 3 عدد طرق ترتيب حروف كلمة هدهد هو فراغ بين قوسين 4.8.6. 4 تكامل 2 إلى 0 5 دال س بيساوي فراغ بين قوسين 0.2.10. الإجابة: 1 6 لام 2 بيساوي فراغ بين قوسين 30.35.40. الإجابة: 30. 2 إذا كان راء يساوي 90% فإن الارتباط فراغ بين قوسين طردي ضعيف، طردي قوي، طردي متوسط. الجواب: طردي قوي. 3 عدد طرق ترتيب حروف كلمة هدهد هو فراغ بين قوسين 4.8.6. الجواب: 6. 4 تكامل 2 إلى 0 5 دال س بيساوي فراغ بين قوسين 0.2.10. الجواب: 10. اكتب أمام كل عبارة من العمود الأيمن ما يناسبها من العمود الأيسر. لدينا العمود الأيمن، العبارة الأولى: نون قاف نون يساوي فراغ. العبارة الثانية: مضروب 3 على مضروب 2 بيساوي فراغ. العبارة الثالثة: لا يوجد ارتباط بين المتغيرين إذا كان راء يساوي. العبارة الرابعة: تكامل 0 إلى سالب 1 سالب دال س يساوي فراغ. العمود الأيسر: 2 1 0 سالب 1 3. الإجابة: 1 نون قاف نون يساوي 1. 2 مضروب 3 على مضروب 2 بيساوي 3. 3 لا يوجد ارتباط بين متغيرين إذا كان راء يساوي 0. 4 تكامل 0 إلى سالب 1 ناقص دال س بيساوي سالب 1. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أنكم استفدتم منها، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.